في ناس يسوون سكيب للمراحل، يستوي معاهم شيء هو عبارة صدق عن صدمة، وثاني يوم تحصلينهم سايرين شغلهم. هذا اضطراب. اضطراب. هذا اضطراب. ليش؟ لأن أنت ما عشتي ترد لك مرحلة، وهذا أنا يعني تكلمت عنه وايد بالسوشيال ميديا، لأن آخر مرحلة هي مرحلة التكيف. فأنا لما أعدي المراحل وأتجاوز الحزن، إحنا دائما نقول يعني إحنا كمختصين، المشاعر التي تتجاهلها تقتلك. تقتلك. ترجع لك. فأحسن شيء إنك تعيش المشاعر، وهذه قلناها في المرحلة الأساسية من تربية الإنسان. لا تعلم الطفل إنه يتجاهل مشاعره، لا تعلم الطفل إنه يسكت وما يعبر عن شيء داخله. وفي شيء إحنا عندنا تلقين المشاعر، إحنا وصلنا مرحلة من إن الطفل ما يعرف نفسه، أو إحنا لا نعرف أنفسنا. وعلى فكرة ترى أكثر شيء نعاني منه في مجتمعنا إحنا ما نعرف إحنا شنو نبي، ما مكتشفين حالنا ولا نعرف شنو نبي، وكل مشاعرنا تلقين. أنا بروح، أنا بزور هالمكان سياحة، هل أنا أحبه؟ لا، والله كل الناس رايحين. أنا أبي أشتري هالشيء، والله أبي، والله كل الناس شارينه. أنا حتى بالتذوق بالأكل، المطعم هذا ترند إذا لذيذ، ما يعرف عاجب الأكل أو معاجبة، ما يعرف أن أنا عاجبني هذا الشخص كشريك حياته أو مو عاجبني. تلقين. ما أعرف أقيس مشاعري من وين يا هذا، من أعمل كذا، من الفرض. التربية اللي فيها دائما فرض، ما خليه يكتشف نفسه، ما خليه يكتشف مشاعره، ما علمه محبوباته، ما أخليه يجرب. أنت شلون تكتشفين نفسك؟ عن طريق التجربة. وعلى فكرة ترى كل ما زادت تجاربك في الحياة كل ما قلت صدماتك.